متابعي الفجر الرياضي في كل مكان، هنا من استاد عثمان احمد عثمان معقل نادي المقاولون العرب، وقبل انطلاق مباراه المارد الاحمر مع نظير سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطوله الدوري المصري الممتاز، معانا يمكن من اشهر الجماهير النادي الاهلي ومن اشهر مشجعات النادي الاهلي امنيه وامل، البنتين اللي خطفوا الانظار على مدار الموسم الماضي ولا زالوا بيواصلوا دعمهم للنادي الاهلي ومساندتهم دايما في كل المباريات. امنيه وامل برحب بيكم، ويعني عايز اعرف النهارده يمكن ارائكم في مباراه النادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا، وبعد الفوز على المقاولون العرب في المباراه الماضيه شايف النهارده الماتش ازاي؟ اول حاجه برحب بحضرتك وبكل جمهور الاهلي العظيم، وقبل اي حاجه عايزه اقول يعني كل الدعم لاخواتنا في فلسطين وغزه، كلنا معاهم، النصر قريب باذن الله. مباراه النهارده اكيد هتبقى مباراه صعبه، نادي سيراميكا فريق كويس جدا على اعلى مستوى، الفتره اللي فاتت كمان يمكن مباراه الاهلي وصن داونز شفنا يعني الاداء السلبي، وشفنا الفتره اللي فاتت يعني يمكن الاداء السلبي، ولكن ان شاء الله الاهلي قادر وباذن الله الدوري في الجزيره باذن الله. ان شاء الله. يعني امل ماتش مهم جدا جدا، سيراميكا مع الكابتن ايمن الرمادي فريق مش سهل، هل الغيابات النهارده وغياب كهربا وغياب صلاح محسن وغياب علي معلول هياثر على اداء النادي الاهلي، ولا زي ما دايما بنقول الاهلي بمن حضر؟ في البداية برحب بحضرتك وكل مشاهديك، ومن يعني من خلال حضرتك بوصل دعمي لكل اخواتنا في فلسطين والقدس عربية وستظل عربية بإذن الله. بالنسبة لمباراة النهاردة فأكيد المباراة صعبة، سيراميكا فريق قوي وكمان عنده تيم مميز، وهو يعتبر أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، ولو يعني إن شاء الله يعني الأهلي زي ما بنقول دايما بمن حضر، وأكيد الغيابات هتكون يعني مؤثرة. أكيد مؤثرة، بس عندنا يعني فرقة تانية، عندنا رجالة تانية تقدر تعوض مكان الغايب إن شاء الله. أنا بشكركم بأمر الله، دايما كده منتظرينكم في كل الدعم والمساندة دايما، لأن تواجدكم في المدرجات أكيد بيفرق مع الكل، وإحنا بنبقى سعيدين جدا جدا إن إحنا بنشوفكم في كل ماتش سواء للنادي الأهلي أو المنتخب مصر. شكرا جزيلا.